اوكي okay. السلام عليكم جميعا صب uh, ما ندري صباح الخير ولا مساء الخير وكل عام وانتم بألف خير معكم اختكم احلام العمري من الاداره العامه لمكافحه عدو المنشات الصحيه ماي نيم از احلام العمري أن توداي ان شاء الله اي ويل سبيك اباوت ذا مين اوف وذ ريسبيرتوري ان ذا سنترز فان شاء الله راح تكون المحاضره باللغتين الانجليزي والعربي علشان نقدر نوصل المعلومه لجميع الحضور باذن الله وفي الأخير رح نفتح باب الشات بحيث نحن نجاوب على جميع الاستفسارات. So, uh, thank you for attending today our session, and inshallah at the end of this uh, session, I will open, um, I will answer for the posted question in the chat um, appropriately. So, uh, uh, objectives for today's lecture, inshallah, will be uh, to explain the main most common uh, terms and to identify the main risk factors that lead to the respiratory infectious threat during the outbreaks incidents and finally to explore the required preventive respiratory measures required to protect our healthcare workers patients and the healthcare facility from the respiratory incidence outbreak فان شاء الله اليوم اهداف المحاضره راح تكون مبسطه بشكل بحيث انه تبين لنا ايش هي اكثر الترمز ال او ال المصطلحات اللي نستخدمها في الحمايه التنفسيه من الامراض التنفسيه المعديه اثناء الجوائح والاوبئه وراح نتكلم عن اكثر عناصر او عوامل الخطوره التي تؤدي الى حصول الامراض التنفسيه المعديه اثناء وجود الجوائح والاوبئه وفي الاخير ان شاء الله راح نتكلم عن اهم وسائل الحمايه اللي نحتاجها في مكافحه العدوى لنمنع انتقال العدوى وحصول انتقال العدوى بين الممارسين الصحي ومراجعينا والمنشاه الصحيه اللي هي مراكز الاسنان المتخصصه. So over the last 20 years, the majority of the emerging infections would have spread rapidly across the globe and have been mainly respiratory infections. Dental practices have a potential to spread such infection uh, to the dental healthcare workers or other patients and also to the dental center as a whole although the disease may differ some common approaches required to reduce the risk of transmission and the risk of outbreak among the facility خلال 20 سنه الماضيه كانت معظم الاوبئه او الجوائح او التفشيات الوبائيه للامراض المستجدة والناشئه تكون اغلبها لها علاقه بالميكروبات التنفسيه او الامراض التنفسيه المعديه فمهم جدا نركز على الخدمات المقدمة في مراكز الأسنان المتخصصة لأنها تحتوي على إجراءات تؤدي إلى حصول هذه العدوى بين ممارسين الصحيين في هذه المراكز وأيضا لمرضانا ومراجعينا وجدا نهتم في هذا المكان أو هذا سكوب اوف سيرفيس علشان نمنع لا سمح الله انتقال العدوى والتفشي أنه يحصل في هذه الخدمة Uh, بالتحديد اليوم راح نتكلم عن emerging and re-emerging infectious diseases which have surfaced in recent decades. فلازم نعرف يعني ايش emerging and re-emerging infection. Emerging infection is either a new infection that has never appeared before لكن ال re-emerging it's a known infection that has a recent increase in prevalence. يعني الامراض الناشئه او المستجده الناشئه تكون مرض جديد او فيروس جديد طلع عندنا في العالم او في على المستوى المحلي او المنطقه وبالنسبة للمستجدة يكون فيروس أريد إحنا خلاص غلبنا الفارس وقضينا عليه في السنوات الماضية ولكن عاد للظهور مرة أخرى بأعداد كبيرة. Emerging and re-emerging infectious diseases have example. يعني لو قلنا عن نتكلم عن emerging, so it's a newly appeared in a population. رح نتكلم example عليها ال HIV أو the human immunodeficiency virus or AIDS and SARS اللي هو severe acute respiratory syndrome. لو جينا تكلمنا عن re-emerging example عليها existed previously but are bitly increasing in incidence or geographical range uh, of influenza بأنواعها. طيب احنا لازم نسأل نفسنا السؤال Why disease emerge? ليش هذه الأمراض تظهر؟ لازم نسأل هذا نفسنا السؤال ليه هي الأمراض تستمر في الظهور مرة تلو الأخرى؟ So we have a three general forces contributing to the emergence of the emerging infectious diseases fall into three categories: viral factors, human factors, and ecological factors. لو جينا تكلمنا عن عوامل الفيرال احنا نعرف انه الميكروبات متغيره على 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 مستمره في التغير الايفولوشن اند موديفيكيشن على طول مستمره فيها. الـ human فاكتورز نرجع نقول اشياء كثيره منها من ضمنها الممارسات اللي اللي اديها ال الانسان بحيث إن هي تاثر الى انتقال عدوى مثل ممارسات تكون في poor public health measures that implemented in the region. ecological factors نتكلم عن عوامل لها علاقه بالبيئه وعلاقه المايكرو ببعض مثل تصير عندنا environmental factors زي ممكن يكون عندنا فيضانات، يكون عندنا جفاف، ممكن يكون عندنا ال agriculture changing والظهور المالتي دراج drug جدا عاليه، كل هذه factors تؤدي الى ظهور ال emerging and re-emerging disease. so in fact the human factors are the key factors driving disease emergence and influencing disease patterns. يعني لو سألنا نفسنا إيش هو أكثر factors ممكن يأثر في ظهور هذه الأمراض رح أقول لكم ال human factors هو العامل الأساسي لانه هو اللي يؤدي إلى انتقال هذه الأمراض. so do we have a risk of emerging or re-emerging infectious disease exposure in the dental setting؟ إيش تعتقدون هل في خطورة لحدوث العدوى من هذه الأمراض إذا كانت ناشئة أو مستجدة موجودة في العالم أو على المستوى المحلي أو مستوى المنطقة هل هناك خطر بانتشارها أو التعرض لها في المراكز الأسنان المتخصصة ممكن تجاوبوني على الشات okay. so في دراسة كانت قامت فيها American Dental Association أو منظمة الأسنان الأمريكية بخصوص إنه كم عدد الـ dentists اللي كانوا مصابين COVID-19 in the United States. So this study it was established by the American Dental Association. It was a six-month longitudinal report of accumulative prevalence and incidence among dentists in the U.S. who are exposed and being confirmed as a COVID-19. الدراسة هذه لما اجروها كانوا يبغون يعرفون زي قدموه لجميع الممارسين الصحيين اللي يعملون او يقدمون الخدمة في مراكز اسنان متخصصة اللي يعرفوا منهم قديش نسبة الاصابة كانت. في عام 2020 وهو وقت الجائحة حقت كوفيد 19 واكتشفوا انه النسبة كانت بنسبة 20% وكان معظمها ريليتد للمنشأة نفسها وليس اصابة مجتمعية. so uh, the the conclusion of the study was 20% of the dentists or the dental care provider was uh, were uh, infected by COVID-19 and mainly the source of infection was from the healthcare-associated infections and not community-acquired infection وبإمكانكم الاطلاع على الدراسة زي ما هو موجود في اللينك عندنا طيب لو جينا نتكلم على المستوى المحلي so from our data as a GDIBC we found that, that at national level during COVID-19 the total number of infected COVID-19 cases among the dental care provided was 1,055 طبعا كانت كاتيجوريز يختلف من dentists إلى dental assistant إلى others فشوفوا النسبة الرقم قديش كان كبير على الرغم إنه كان 90% من هؤلاء المصابين كانوا من إصابة مجتمعية وليس من إصابة في من المنشأة الصحية أو من المراكز أثناء متخصصة ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أنه المصدر العدوى سواء كان كوميونيتي ولا هيلث كير أشد انفكشنز للأمراض التنفسية يؤدي إلى انهيار المنشأة الصحية وقلة عدد الممارسين الصحيين وتأثر الخدمة المقدمة. فنطلع من هذه الإحصائيات إنه to provide effective protection from respiratory risk And to ensure that all dental health care workers, patients and visitors, and even the dental health care facilities are protected from respiratory hazards through the adoption of systematic approaches that incorporate major elements of respiratory protection measures. يعني, احنا نطلع من خلال الاحصائيات هذه بأهمية وضع الـ 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 الإجراءات اللي تمنع حدوث العدوى التي تنتقل عن طريق الأمراض التنفسية. من خلال هذه الاجراءات لانه مع وجود الجوائح المتكرره اكتشفنا انه هذه المناطق كان فيها يعني نقص او عدم تطبيق كامل او شامل لهذه الاجراءات لهدفنا انه نحمي ممارسينا الصحيين ومراجعينا وايضا المنشاه ككل منعا لحدوث انتقال العدوى لا سمح الله وحدوث التفشيات في هذه المنشاه. لازم نسأل نفسنا another question what are the risk factors that lead to the respiratory infection dental setting إيش تتوقعون إيش هي العوامل اللي ممكن تؤدي إلى حدوث الأمراض التنفسية المعدية في مراكز الأسنان المتخصصة عندنا معظم الإجراءات في الأسنان تكون تسوي انبعاثات أو إجراءات انبعاثية أو the droplet erosal or erosal generating procedure so the droplet aerosol from the infected patient the aerosol that comes out of the handpiece that contains a respiratory infectious organism is one factor and also the contaminated instrument can lead to the infection in the dental professionals the contaminated surfaces احنا مره ما, ما نتغافل او نترك اهميه التنظيف والتطهير في الاسطح او المحيط الذي يحيط بالعياده سواء كانت عياده الاسنان او محيط مركز الاسنان لانه ممكن يكون عامل لانتقال عدوى direct contact with other infected dental health care workers زي ما قلنا احنا ممكن يكون عنده اصابه مجتمعيه ولكن ادى الى اصابه داخل المنشاه وانتقال عدوى لزملائه في العمل. على هذا الاساس بعد انتهاء الجائحه والحمد لله من الدروس اللي تعلمناها الايجابيه انه انشانا برنامج اسمه برنامج الحمايه التنفسيه. وهالبرنامج يغطي جميع محاور المهمه جدا والاساسيه للحمايه من العدوى التي تكون مرتبطه بالامراض التنفسيه المعديه سواء كان على اي منشاه صحيه وبامكان تطبيق البرنامج بمحاور محدده نمنع ان شاء الله حدوث العدوى المرتبطه بالامراض التنفسيه So this program, it's called the Respiratory Protection Program. It was established as an a positive outcome from the COVID-19 pandemic or a learned lesson from the COVID-19. So the program itself is tailored to provide us a tool and the guide how to protect our healthcare workers and patients and visitors and the healthcare facility or the dental center uh, from the risk of uh, exposure or um, acquiring of the respiratory infectious diseases. البرنامج يحتوي على أربع محاور أساسية المحور الأول هو Preventive of Respiratory Hazard Through Administrative Controls اللي هو القضاء على مخاطر الجهاز التنفسي أو الأمراض التنفسية المعدية من خلال الضوابط والإجراءات الإدارية ونقصد فيها هنا عن طريق الأدلة والسياسات والإجراءات وعن طريق التدريب والتعليم Early Identification of Respiratory Hazard الاكتشاف المبكر لمخاطر عدوى الجهاز التنفسي وبإمكاننا التعرف عليها من خلال او تطبيقها من خلال screening او ترياجنج of our patients to avoid any risk of exposure to ذا respiratory illnesses. Prevention of respiratory هازارد through engineering controls ونقصد فيها هنا القضاء على مخاطر عدوى الجهاز التنفسي من خلال الضوابط الهندسية ونقصد فيها هنا أنظمة التكييف والهواء وبعض الأجهزة اللي نحتاجها في خلال وجود الجائحة أو جوائح المعدية أمراض التنفسية المعدية عشان نمنع انتقال العدوى من الأمراض التنفسية المعدية وفي الأخير أو المحور الأساسي الرابع اللي هو Prevention of Respiratory Hazard through Respiratory protection Equipment ونقصد فيها هنا القضاء على مخاطر الأمراض التنفسية المعدية من خلال معدات الوقاية التنفسية من خلال تطبيقنا لهذه المحاور الأساسية التي يوجد فيها تحتها تفصيل أكثر لعناصر مهمة إن شاء الله إحنا نكون قادرين على التصدي لأي جائحة تتعلق بالأمراض التنفسية So from implementing the effective implementation of the respiratory protection program, we can confine any outbreak related to the respiratory infectious illnesses. So what are the main respiratory protection measures required? إحنا تكلمنا في البداية عن the main common terms. تكلمنا عن الإحصائيات statistic. تكلمنا عن إيش الفاكتورز اللي ممكن تؤدي لنا حدوث هذه الأمراض في منشآتنا الخاصة بالdental setting. في الأخير إحنا لازم نعرف إيش هي الإجراءات إحنا نطبقها كمكافحة عدوى منعا لحصول respiratory infectious illnesses. So before scheduling an appointment, dental care provider should inquire about the patient's health condition such as presence of cough, cold, fever, or other signs, symptoms. في خلال وجود أي جائحة لا سمح الله، يكون عندنا وعي تام إنه مهم جدا نعمل screening ونحط الموعد حق المرضى أو أو المراجعين اللي راح يجونا في عيادة الأسنان، من حيث إنه احنا نتأكد منهم قبل ما يجون الموعد إنه ما يوجد عندهم أي أعراض تنفسية، أمراض تنفسية معدية. The patient should also be questioned about their travel history. على حسب المرض المعدي الموجود ممكن تحتاج انه نسال عنه، فين كان عنده اي تاريخ سفر كان في المده المحدده في فتره الحضانه notify the patient that cloth face covering or face mask are required for themselves and anyone accompanying them سواء so كان اذا كان المرافق اللي معاهم اذا كان طفل او مثلا مريض كان طفل او كبير في السن او ذوي احتياجات خاصه يحتاج يكون معاه مرافق فاحنا نطلب من المرافق والمراجع أن يكونون ملتزمين بلبس الكمام لمنعا لانتقال عدوى هذه طبعا إجراءات نلتزم فيها إذا كان عندنا لا سمح الله أي أمراض ناشئة أو مستجدة خاصة بالأمراض التنفسية المعدية So both CDC and American Dental Association recommend pre-screening patient prior to their scheduled appointment as well as screening open arrival. يعني الترياجنج أو screening لازم يكون على مرحلتين قبل اثناء احنا حجزنا الموعد لهم يعني قبل ما يجي العياده واثناء وصول العياده لازم نعمل السكرينينج او الفرز التنفسي لنتاكد انه المريض خالي من الاعراض او ان شاء الله ما عنده اي اعراض لامراض تنفسيه معديه. Dental care provider must adhere to the strict standard precaution. Standard precaution all the time. يمكن دكتور محمد explained in his lecture that the importance of implementing the standard precaution with any patient regardless of the infectivity status. فاحنا مهم جدا الاجراءات القياسيه نطبقها مع اي مريض بغض النظر كمريض معدي او غير معدي للحمايه لنفسنا وحمايه الممارسين الصحيين الاخرين وحمايه المراجعين وحمايه المنشاه المنشاه ككل. فاحنا عارفين يعني في بعض الامراض التنفسيه تكون الاعراض فيها ما تظهر او asymptomatic كارير فاحنا من خلال تطبيق الاجراءات القياسيه نمنع الحمد لله ان شاء الله بعون الله إنه يصير أي شيء ممكن ينقل العدوى التنفسية للمنشأة الصحية. Every patient must be treated as a potentially infectious candidate زي ما قلت لكم في البداية بغض النظر عن التشخيص المعدي للمريض احنا نعامل المرضى كلهم على أنهم يعني احتمال يكونون مصابين بأمراض معدية. Dental care provider should adhere to the personal protective equipment all the time. يعني احنا للأسف بعض الأحيان نشوف observing في breaches في infection control measures واحيانا نشوف الممارسين الصحيين في عيادات الاسنان المتخصصه انهم يتجولون بالبي بي اي وهذا جدا شيء خاطئ لانه التزام في البي بي اي احنا نقصد فيه هنا بالانديكيشن للبي بي اي الدانينج الاكيوريت دانينج اوف بي بي اي الابروبريت توفينج اوف بي بي اي كل الاشياء او المحاور اللي تتعلق في البيرسونال بروتكتيف ايكوبمنت وي هاف تو فولو ات اول ذا تايم Mask should be changed in between treating two patients or during patient treatment if it becomes wet. احنا نقول دائما انه السيرجيكال ماسك الممارس الصحي يتغير او يتبدل او يتم التخلص منه اذا كان ويت او اذا كان بين مراجعين تم عمل اجراءات لهم داخل العياده. Conventional protective measures may not be sufficient during respiratory disease outbreak لانه احنا عارفين انه بدون التزامنا بالاجراءات القياسيه الخاصة بمكافحة العدوى، ما نقدر إحنا نمنع حصول العدوى أو نكسر السلسلة التي تؤدي للعدوى داخل المنشأة الصحية. Advise the patient if the practice is limiting visitors along with the rationale for this decision. يعني بأحيان إحنا نقول للمراجعين إنه ما ينفع تجيب معك أحد مرافق أو ممكن نقول له إحنا قفلنا العيادة إلا ال emergency cases only. فعلى حسب الـ situation على حسب الأدلة الإرشادية اللي تظهر لنا من على مستوى المنطقة على حسب التوصيات بناء عليه، احنا راح نمشي بالإجراءات الوقائية المطلوبة. Patients should be provided with pre-operative antimicrobial mouth rinse to reduce the number of microbes in the oral cavity. For example, here we'll give them a mouthwash for chlorhexidine or bovidine iodine to reduce the number of microbes contamination in the oral cavity. احنا نعطي غسول معين للمراجعين بحيث احنا نقلل من عدد الميكروبات المتواجدة داخل التجويف الفمي. strict infection prevention and control protocols should be followed during patient assessment. <going the dental care provider should strictly practice cleaning and disinfection strategies for environmental management. Inshallah, my colleague adil, um, um, he will explain in further the importance of Cleaning, environmental cleaning and in disinfection in avoiding and breaking down of the chain of infection. Dentists must use rubber dams and high-volume saliva ejectors to minimize the spread of erosion or spatter during dental procedure. في دام dam, it's uh, rubber dam, it's عبارة عن sheet uh, يستخدم لمنع أنه نركز بس فقط على المنطقة اللي إحنا قاعدين نشتغل فيها في الأسنان. بحيث انه نحن نمنع الـ الـ exposure to the healthcare workers وأيضاً uh, um, نمنع كمان انه يصير في splashes لما نستخدم ejector to minimize the spread of erosion انه يصير splashes او uh, المويه اللي داخل الفم توصل للممارس الصحي. During dental procedure negative air pressure minimize the risk of transmission in health care or using HIPAA filters. أثناء الجائحة of COVID-19 في COVID -19، خاصة الحالات الإمرجنس اللي تحتاج فيها الروز بروسيجر كنا نوصي إنه يستخدم فيها ضغط سالب داخل الغرفة أو العيادة وإذا كان عدم وجود يستخدم فيها الجهاز المتنقل اللي هو فلترة الهواء اللي هو الهيبا فلتر المتنقل وكان موجود بكثرة أو بعدد يعني يعني لا يعني لا بأس فيه في المنشآت الصحية وخاصة في مراكز الأسنان المتخصصة.

to promote the ventilation and filtration of the air. Another option it's called uh, the uh, upper room ultraviolet radiation. So it's a type of disinfection method that use the uh, ultraviolet light to kill the microorganisms. هذه التقنية تستخدم للتطهير بحيث أنها تقتل الميكروبات تستخدم في داخل الغرف تستخدم فيها الأشعة فوق بنفسجية لقتل الميكروبات داخل هذه الغرف. to increase the ventilation and air filtration rate أو or تزيد to, or to نسبة الفلترة الخاصة بالهواء داخل العيادة Education, education, and education is the key to the dental health care workers, patient, and visitor. Because as we all know, إحنا على طول عندنا viruses and microbes متغيرة, emerging and re-emerging. so it's always we have um, uh, established guidelines protocols uh, um uh, specific regulations that we have to follow to avoid the transmission of infection ونحمي فيها العاملين الصحيين ومرضانا ومراجعين والمنشاه الصحيه او المراكز الاسنان المتخصصه ككل لما نجي نتكلم عن محور اساسي which is about the emergency and non emergency dental care ايش هي الحالات اثناء الجائحه اللي ممكن احنا نستقبلها ونعطيها Dental care services. So dental care personnel should use their professional expertise in judgment in determining the patient needs for urgent emergency or non-emergency care. لانه في حال اذا كانت الحاله غير عاجله او غير طارئه بامكاننا احنا نخلي defer او نعطيها موعد اخر لأنه الحالة ما تستدعي إنه لازم إمرجنسي أو جداً طارئ إنه لازم تدخل أو تحتاج إعطاءهم أي خدمات خاصة بالفم والأسنان. ولكن في حال وجود الإمرجنسي كيسيز، we will follow all the precautions required to avoid the transmission of respiratory infectious illnesses. So dental care providers should postpone non-emergency dental care and inform patients about the problems which may arise. احنا لازم نفهم المراجعين ايش هي البروتوكولات او الاجراءات الاحترازيه او الوقائيه اللي احنا نتبعها علشان نحميه هو كمان انه ما يصاب لا سمح الله باي من هذه الامراض المعديه التنفسيه المعديه بحيث انه احنا ممكن ناجل موعده لوقت لاحق على حسب لما يكون في عندنا الريت او او نسبه الاصابه للمرض التنفسي قلت في المجتمع dental care provider should give a priority to the patients needing emergency consultation and urgent dental care needs that present as a life-threatening so determine if the patient needs can be met through تيلي uh, as an option to reduce the volume of patients in the office without affecting of quality of care مع, مع التقدم في التكنولوجيا والأدبانس من التكنولوجيا والأب, uh, of different applications that we can provide the care dental care services to our patients even in distance وهذا الحين حالياً صار جداً متاح في جميع المنشآت الصحية واللي تعلمناه من الدروس الإيجابية جائحة كوفيد-19 So, in conclusion, the infection prevention and control measures and safety practices during respiratory infectious outbreak have a significant implication for the dentistry profession. So, dental healthcare care personnel are required to implement infection prevention and control measures all the time during patient care effectively to reduce the potential risk of disease transmission to the patients themselves and ultimately to the public health. الخاصة بمكافحة العدوى مع أي مريض بغض النظر أنا ممكن اليوم محاضرتي يعني عن أمراض التنفسية المعدية أثناء الجوائح أو أثناء الطوارئ أو أثناء الأمراض الناشئة أو المستجدة أو تفشيات الأمراض الناشئة أو المستجدة ولكن التزامنا بمعايير مكافحة عدوى وإجراءات مكافحة عدوى على طول وكل الأوقات منعاً لحصول العدوى مع أي مريض أو لا سمح الله مع أي ممارس صحي وزي ما نقول دايماً creating a safe environment for healthcare workers, patient and visitor is not only an assistee, it's a responsibility. So infection control مكافحة العدوى هي مسؤولية الجميع ويجب علينا تطبيقها مع جميع المرضى مع جميع الحالات في جميع الأوقات. طيب خلينا نختبر معلوماتنا مع بعض ونجاوب في الشات. أول سؤال the type of respiratory protection equipment required in dealing with airborne isolation precaution أقصد هنا الأمراض التي تنتقل عن طريق الهواء إيش هي وسائل الحماية الشخصية اللي أحتاجها؟ يمكن الدكتور محمد شرح في البداية اللي هي الوسائل الحماية الشخصية اللي نلبسها مع أي مريض وراح يكون مختلف نوعا ما في الأمراض التنفسية هل نحتاج نلبس surgical mask with standard precaution when required or نلبس N95 respirator with standard precaution when required أو نلبس gown with standard precaution when required A or B or C Excellent Excellent B طيب إيش مهم جدا يكون في B لازم يكون fitted in 95 وحين الساد أبرار والساد عبد الله معانا يمكن زعوم من البكسل so uh, the license أو البكسل أو الرخصة المهارات الأساسية في مكافحة العدوى لازم تكون جميع الممارسين حاصلين عليها علشان يكون عنده يستخدم النوع أو المقاس الصحيح من الكمام عالي الكفاءة لمثل هذه الحالات. طيب for non-emergency cases who are seeking the dental centers during the respiratory infection outbreak The best approach as an infection control recommendation that must must be followed is A or B or C. Defer the appointment after providing education to the patient or provide assessment only and no any further procedure or proceed and provide all required measures that must be taken in the clinic. ايش توقعون الإجابة؟ A or B or, uh, or, B or C. هل uh, نأجل الموعد later on ونشرح له؟ أو نعطيه التقييم مبدئي وبعدين نكمل نعطيه موعد آخر أو نكمل عادي أي excellent إحنا قلنا non emergency so نعطيه موعد لاحق بإذن الله so finally care is an absolute and prevention is the ideal. زي ما يقولون دائما أن الرعاية المطلقة هي تكمن في الوقاية المثلى شكرا جزيلا جدا سعيدة اليوم بلقائكم وهنا موجودة جميع القنوات الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة عدوى سواء في قناتنا في اليوتيوب الخاصة بالجي دي اي بي سي وجميع المحاضرات وجميع البرامج او جميع الاجراءات الخاصة بمكافحة عدوى مشروحة فيها باللغتين وايضا حسابنا الخاص بتويتر وحساب الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة العامة لمكافحة عدوى الصحية شكرا جزيلا الله يعطيكم العافيه